بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشركا وكيب بقول صدني السقالات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب الأذكار. وحو كتاب يهي حصد إلهي سبحانه وتعالى. الأذكار وجمع ذكر. أذكار هو وذرتي واحد كالليلة ذكر. ذكر ومرك يا أذكارتو ودور قيبوت مرك لقى وحق حكمك ذكر واجب يا ذكر سنة وقيب سما أذكرت واجب ذا وحاكم ذا شهادتين كم ذا قرآن ك قيبها لقلت كذا كم ذا أذكرت صوم كي صلاة الراعة قيبها كم ذا أمر أحد عا كم ذا حجك أو كلا أذكر جشا كم ذا أذكرت مرك حق حكم ك قيب واجبة يا قيب سنة يا قيب سنتا حق حلق يا وقت مرك لقى إيجانا أذكر مطلقة يا أذكر مقيدة يا الله قيبيه وحان لقوة ذا أذكار مطلقه حلي والبلي ما دو يكون أكسنته هاي يا أذكار شرعه وشي حلي قونيا إن الأخرية سيدا أذكارتا ويسادا مدى صلاة مدى محان كورا هذا صلاة قداش هيدا قده هيدا مدى قلب مدى أرورتا مدى حلي قال الله سيحان أيوه مدى حلي واقو وبريو قبلكم ورقو دعوك لمرك أذكار مقيدة بوقت معين أو بفعل معين يا أذكار مطلقة يا الله قيب شاه حق حكم كنا وين نصوص شجني فضلي سيا أدلة كنت منا شيء إمام كاب قال ديجو دونو وحاول من هاج لما حنتوي باب فضل الذكر والحث عليه وباب هاي ذكر يحسك إلهي فضلي أولي قيمة أولي هاي والحث عليه إن لا يسكو عربي أما لا يسكو بوريو أدلة كنت من قال الله تبارك وتعالى ولا ذكر الله أكبر ذكر إلهي بوحول البكوين ولذكر الله إله حسيد زول حسو يا أكبر كوين من كل شيء شيء والباء ودقعنت كهيسان أما الدنيا أذكر لقنتان إله حسكي سا كوين واللغوف السيرة وحاكه واللغوف السيرة إلهي سبحانه وتعالى حسيد أذ حسيسان يمد أسقو إذن حسو تيساوي إذنك الله حسيسان سبحانه وتعالى ولذكر الله با أكبر من ذكركم له شيء جدا الله شيء سيدنا قد حسيسان مركة رب حسان حسيد أصوغ إذا حس هي الملائكة إذا كأك شيء جيو هذا الكين أصوغ قاضي أي كون تينا معناها سنوا معنا سوى نقصان علماء قارك أحوجية وقال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم إحسا وأنا إذا حس واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تبارك وتعالى واذكر ربك نبي الله وحل ربك حس في نفسك نفأنت أي سرا النفط هذا كحزوامة في قلبك من سريرة قلبك كحص منك رب حسيس قلبك هذا يعرب كاذو وإن يوضى السعودان تضرعا خضوع درت أحس تضرعا أي تذللا وخضوعا وتواضعا يعني ومنصوب على العلية مفعول لأجل هذه جرتين وكلو يتهدي الليل هذا حالنا والله قد قادم لها وحالقون نصبي إما للتعليل وإما للحال واذكر ربك ربك حسن بمحمد وفي نفسك نفت هذا كحس أو سهوس أحس وأضو قلبك هذا الله كحس وسو تضرعا إذ خشوع درتيد أدلو بترد بيد أدلو بيسود أدون أنقون سدرتيد يو وخيفة وخوفا منه عبسيات كعبسانيس وهدي مركا لقدقو تعليل كي أما حالوا محي تضرعا أي متضرعا أضو ربه قان سمايو يصوم مسكيمان يأخذ ضعية وخيفة وخائفة منه كان عبسانية لبضوا إبنانتاي ودون الجهر ومتكلما بكلام دون الجهر أضوء إلهي كحصهاية هذا الآن آدي آدو سرين ومتكلما بكلام دون الجهر كسكي الرواقة من القول ويرد حق هذا بالغدو أرورتي والآصالي قلبها جمع أصيل ونسك ذنب ولا تكونها نقول نبي الله من الغافلين كوها الماسن حسك إلهي هذا الكل إنه إن ورد عاية أو حل دوني رب مركات حسيسو إن النية دي قلبك كحسته عربكنا النية دي قلبك حوشيو حسيد ذا رب حسيسنا وإن أيتهاي إلهي أخذوا عدي ودلوا بالدرتين يا عبسيات كعبسنا يسو حق قابك عضان ديرين حقنا أن سر أهين الله كحسوه نسك دنبي نسه ربا إلهي نهى هالمامي
وقال الله تبارك وتعالى واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيدها الصومر تنوي إلهي إن بضن حسى حسك ربي وحويدين كينا يعناد قولي ستان آخرية الدنبا. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى قوله تعالى كوى ألوه قان سمع لبكاء يكوى ربي سلي بيت دمركاء إلدكاء إلى قوله تعالى والذاكرين لا كثيرا والسيء وذي مؤمنين تقانتين تخاشعين تصادقين تصائمين وحلو قدن بيسيي والحافظين فرج والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وحاكلوا أمانا نبي الله أمضوا وشيكتا وناقوا ذا رجع إله إن بدن حسيء ضمرك إله إن بدن حسا محال رب أقول تلاقي لي أعد الله لهم مغفرة رب حود يرجعي لب يردك بإله إن بدن حسي مغفرة وين إيو وأجر عظيم أجر وين دم بداف وين يوحيليهن يا أبا المرن آدي أدو بلارن. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كوا ألي الرسول برميو إلهي حسا ذكرا حسيت كثيرا فربضا وسبحوا إلهي هفا وطهير وعبت يوح الوش يجي قال كل شيء جن ربي كتكورة بكرة النسك هوري واصيل النسك دمبابا والآيات في الباب آياتها كل من الباب كإله إن لحساء كثيرة ويبدنتها معلومة وعلى يقانا ذكره ولبا ودور قيبود ذكر بالقلب وذكر باللسان وذكر بالجوارح مرك اللي أجا مشو كدعها حكم كسوى لبا النقطة السنة واجب حق وقتيس مطلق مقيد بالنقطة حق مشو كدعه قلبك عرب كأي الدمض كدعه ذكرك اعتبار كليل أقيم بضن وذكرك قلبك كدعه إله آيات كيس أضحه اتكف كرتو اتدبرتو ادي اد ان الهي كل عبرقات اوديس مخلوقات كحكمك عجائب تدحيا الله عليسيدا اخري ادون رب وكابد بادي ان نعمك الهي مصائبت مقاديرته هولها اي مخلوقات اياتك كونك افاقي كو انفسك انت بقى اتكف كرتو ايا مركا ذكر امدك اوينا ولذلك وذا دو حسكم من رافين ذكر اللسانك يتفكر كقلبك كيبا فضي بدن وحلو بدن يهي امدك قلبك وحوك بدن يهي وفضي بدن يمحي إلي ذكري يحسد اللون قلبي يني لسعن عيار وي أسقاب الدنب نقون يو أباها إن لغطوبت كينا مركا أيضا مركا ذكري هدي الله إطلاقه وحكو دعا ذكر اللسانك مع القلب مع القلب إلهي العرب كحسته شيء قد رب كحسي سي ذكر آخرنا يسنا معاني سأضلو حيس أوت قرانا يسو هدي الشيء معاني سأذن قرانا ينين قد رب كحسي سو ذكر نقون ما يسيد أصل كا ذكر من نقون أي مركا لغا سور ريبو قرآن كا اذكرتو وحال رب شيء معانيه سأين لقرتو ولذلك فقدو حيس كن راعين أمرا إيسان كقبين هدو الروحي إذا بعت واشتريت وان كفري وان إيبسدي وان قرسدي او يجاهدو إرياد معنه دون او سنقرين روح أزقا فلا عبرة له حلق سو قادم هاي نينا ناف حربك أقولين بري كفرت بالله طلقت امرأتي بوري قواردي بان قرسدي قواردي دي بان كو قوري أف عربي بكو يلي عربي بانو برنا يمنا يقان ما حلق سو قادي وأنا أقول لك أن هذا المعنى هو أن الحكم 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 هو ذكر مركا لا يطلقوا ومتك عرب كاد عين معني سناد قرنيس قلب قادون وحاضر كي هي مقن وشوغا اهي متك فكر كي يتدبر كي اعتبار كي مراقبة رب كي ايضا تاس مقام حالا ليلة هذا وكد وانتاي اما ذكر الهي اللي حسب الجوارح وصلاة هي صون كي حج كي اعماش الله ايمان ايسا صدقات كي فل يؤدي لغصة مايو كوا مركا وذكر من حيث الاطلاق مركا كور لغا قبتو لكن عرفك خاص كشرعك هذه ذكر الاطلاق وذكر اللسان مع حضور القلب باللوجي ده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان لبويرود خفيفتان فضد على اللسان عرق أفضد ثقيلتان كعلوس في الميزان ميزان كآخرية حسابة مركز لقاره
حبيبتان إلى الشعيل هي محبوبتان إلى الرحمن الله الرحمن حق سان إلى الشعيل يحوي كلمتان كاس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه تصدع على من نبي قسقو دري ولو ويرود وعرب وفض وقت بدن ان كا قادنين وقت دير يو اضيق منكم جري وخفيفه على اللسان حق ثوابك ودي قيمه ودي فضغودنا اخر امر ميزانك لا سارو سياد بدن بك لك عيان ميزانك بدلك غينيا حبيب حق جعل ربي وجعلي حبيبتان اي محبوبتان للرحمن هدي الله وجعلي هي كلمتان كان فاعلك ولا جعلي ضد مقش فلك الهي باجعل فلك فاعلك سن ربي وجعلي هي فلك الهي والنعبي ضد مقشنا فاعلك سبو رب النعبي هي لانه حب الفعل وحكى لازميا حب الفاعل ساس اسكو خران يي كلمتان لبا ويرود وخفيفتان افضت على اللسان عرب قدشيس ثقيلتان علوس في الميزان حسابتا حبيبتان لجعي الى الرحمن سبحان الله الهي با عيب كو فنوي الهي با عيب كسلينا او وخا لوو شيغي اي ولد اي والد لو تيري اما هوين لو تيري اما رب اي فقر اي كو شيغان اي حمان اي دال اي عجز اي كو شيغان غالدو اي يهود الهي وا كو فن يحي مخلوقات كيدبت درن اي بصر كحون وحي رب أتيريين إلهي كه إلهي واكه فن وسبحان الله نقائس يعيوب ودن إلهي واكه فن وبحمده مع حمدي أسوه لبا أبال يوم مهد له لما هديه سبحان الله العظيم الله وين باعي بكه فن متفق عليه لبدا كلمة يركع أيو نبقى ونوت المام يا إن لبضيه أول إلهي اللقوح وصو محايا لعرب كنا أفضديهين ميزان كنا واعص ليان ميزان كحسناتك إلهنا سبحانه وتعالى واجعليها نك لي ما دنا واجعلاني وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول إن أن إرادون كورديو سبحان الله إلهي بعيب كهفا والحمد لله مهد الله يؤهاتي ولا إله إلا الله اللحق لقو عابد إلهي كأهن مجره والله أكبر إلهي باوين وحكا استنى كوين دنوال با ذاتي صفية كمال يقب النمو أي أحب إلي أنا وأن كتش على هاي مما طلعت عليه الشمس قرحت وحي أصوب بحد وحي قرح أصوب بحد أدون كان يا الله أنت إن إلى هذون كور ديو أيان كتش على هاي والنبي عليه الصلاة والسلام رواه مسلم معنى دوام حي هذه أنت أسا حق آخر إيمان كذا الدين كذا كون أكسن وحي الدنيا يا الله أحب إلي حق يقول لك علي أن كتش على من بالله قوضه مما طلع عليه الشمس ومن امور الدنيا وحي قل روح اصوب بحضور الدنيا الدنيا الا انت اصلا النبي كجعلها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر شنطا ويرود مسوى افر ويرود افر تا ويرود وعنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له روحي الى هذا لا اله الا الله وحده لا شريك له الله حق لو عابدون الهي كاهين مجرو حاله كليي هي دن ولبا كليي كي هي لا شريك له وحلا ودا اوسن رب النمدا اله النمدا الاسماء الحسنى وصفات الكمال رب وحلا ودا اوسن جرين له هو هذا الملك بقرطيه لهانشو وله الحمد ما هذا دن با اهاتين وهو على كل شيء قدير وحكستن اله هو اودا في يوم مالين قدهد 100 مره بقول روحي توحيد كلا يمادا كانت له مئرة بقول كاس وحي النقون إيسا عدل عشر رقاب طبان قرد وحر رقمو طبان قرد وحري أجر كد به الآية كانت له عدل عشر رقاب جمع رقبة طبان قرد إلهي درت وحري طبان أدون وحريسي أجر كد به لغو قرائية عطقونها دوا من فضائل الأعمال وكتبت له حلو قرائية أدون كي ليمت 100 حسنة بقول أجرنا والو قرائية ومحيت عنه وحالغتر ولغبابين عنه عن الذاكري 100 سيئة بقول حمانا الدنبنا ولغترية انت وحادير صدح ذاك اجر قيمها بدن طبان قرض وحريسي اجر كذا ولغوقري بقول حسن ومدح بنانا ولغوقري بقول دنبنا ولغتري معاها راي وكانت له حيوانسا حرزا امام بين النقون حرز حد بين النقون من الشيطان الشيطان يدبكي سيومه ذلك مالك أطبقل كجير تري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حتى يمسي إلى قلب يستو إلى رورتي باتر سوما إلى قلب لقا
مساق عند العرب ظهر لقب الله بإله بينك نسك هروي مساق أنت أسهل ليلة. ولم يأتي لم يماد أحد آدم بأفضل وحكف ضبطا مما جاء وحلي من أضنك مما جاء به أضنك وحلي من ذكرك إلا رجل أحد مويل عمل ليمد أكثر منه أكثر مما جاء منه وحى الله تمد وحكى بضان أضب بقول باتري نك لب بقول يجيبها كآخر بضان نك صدح بقول يجيبها كآخر بضان شم بقول كن نهجي لكن ذكرك أسقى ذكر كفض بضان وآدم الله إيمانا يمتشرو اللهم إن لك أبط شمويه. وقال وحيد النبي من قال سبحان الله وبحمده روحي إذا سبحان الله وبحمده إلهي با كهفا عيبا وردن أسوه أنه كده هنه مهدنا إلا سعوته أحد عيب كهفا باتشرا لكن آن حمد إيا وحلق أمانا أما لقم مهد شأن لهي وبحمده إلهي وعيب وكهفا يهي وانا أقول أنه وكده يها لقوضا مركة سبحان الله وبحمده إليه عيبنا وكهفا يهي أو الرحمن ملئ وعيب كسلين وانا أقول أنه وكده يهي في يوم مئة مرة بقول جروحي إلى هذا حطت عنه حطت وحلقه بن خطاياه حطت وحله بنيا خطاياه جمع خطيئات دنبياشي زبال له بنيا وإن كانت ذنوب تهبا حق بضدي عدد كترضى مثل زبد البحر بد بيه ذوكلا أما أبورك ذوكلا أبورك وحلوش يبضهم بلغة وضا زبد أسر كي سحن بدا اللي هذا متفق عليه يطاد حورت وحورت قانان با مركب بضا بها لأك هذا ويدن بيقوسي ولا دافيا ذنوب تهلا شيغ هينا ذنوب صغير تايد باللوجي ذا كبائرته وحي أبهان تاي توبة خاصة أبهان تاي ذكر كان نبقى نوشي غوري التوحيد كا سيدا ونبقى نوشي غي وي حالته واقع مكا اللي مادنا ولا تجابية ومجرب قولي هنا داوية علاجية إلهي با داوها يدك حنون سنة إيش إيو سحر رضي جنك قبا دعا 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 أقعو لسماء جرتو مروا البوت باديسو عافمات كذا كردي سنة ومدين وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك قوليها الزهاد أنا وحيب الشيقين وكي دعا دعا كهر ليان فضل قذية مجربات كي وناك إذا آدمه مركو الشيطان كله همه والشيطان كل فاقمه آدم هو وضع واسوحة رحوارتنا وقد دولة يسوحي جنك وطورة يدوك ودقائي سرعي باكو إيماني جنك إبليس اسكودة يندو على أنبديئين وطابتنا أساق صوح ومانسا قبانيس جنك ورفاني الشيطان كمارك أركان ساحبة دي محاقو دعاي إنسي سميسان با طابتي يده هذا بايده إنسي سميسان طابتي واي إنه روحة قلقلين محانو دهنا جن بام مري سومر دهان أيوان وحيوران هيا إنسي بام مري إنسي مرينا واي وإنسي قدو عدم بديهي شغل الإسلام من تيمو حوي لهذا آدمها حنون سنة حنونها قبا نفسياتك سحرك إشا جنك وحوغا خير بدن مجرى الاستغفار والتوحيد الاستغفار والتوحيد استغفار تضبضيسو إيا التوحيد قضبضيسو محايا إلي استغفارتو دم دي قاذي بي باب بينيس شيطان كنا وحو كالميستي أذيك وكوكود دلو إيا قبل كامدع واد دروب تادا دروب ممكن ميشا كبحانا يارادان دفاع على حوغي سنة توحيد كنا الله كوكوح رايا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان باب كاسد قليسا مركا توحيد كبضيس مركا سيدا سي توحيد كي استغفارتو إسوك لما يستيريا توحيد كبضيا هديسن أذكاردوني أجردوني إذن كان هين داوى كترتي إسكو داوية متفق عليه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات توحيد كان إنك لي ما هذا التبنجر كان وحوهانا يا أدون كاسكا من دول أعتق حريي 4 أنفس أفر قروض أفر نف ومن ولد إسماعيل نبي الله إسماعيل ترن كيسية فر كيسية أبد كيسية من آدم كان وحأفض بضن أخير بضن حق النصب كيدل الشدى ولد إسماعيل آدمها سيقود ما كور لغا قبطو عرب أخير بضن نصب آن يا شرف آن يا شرف بضن عربنا وحأسي شرف بضن عربت نصب كيدو أقلو نبي إسماعيل وانا سي عرب أبضن تاي أفرق إسكالية لغا صور ربا متفق عليه.
أفر قرود أو من ولد إسماعيل إن حريصي لم تاي تبانجر إن أتجاد تبانجر ذكر أسرع بقولك مالك حدثنا كبدرين وعن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادك كلي وذا دك قاتين وذا ديس كهي عرب هدي أي قالوا ذول الله دجا علمه يو ملا أدون سنكرا مسمايا نعم بوحين عرب تكسو جدا نبي الله إسماعيل إما الإسلام وإما الصيف وي إن إسلامان يا إن يسيف مرتم ويني هي لما أدون سنكرا الصبي إنتين نقدان بيها رامي وبيرها فلو عروت عيرسي لما أورنكر نجدين بحتى فكرك كتكي وذا داق به سيدنا عمر بالوتي ريا جماعة من أصحابه كتكت حديث كان حطوسا هيا هين أدون سيقال لدي ذهيا ساعة الحجرة المهم قوليها مركز صدا قوى جمهورها العلم أي حديث كالدليشة ده نبي الله يوم ولد إسماعيل أي شيء يا إن أدون سوء مري قلنا واحد ما هي نبي حكاها الله يقول حكاية حال فرد وأود حي فقه المسألة هي حكاية حال هذي بعض اللي هلو يا أدون نبي إسماعيل كسو شيء ذا أفر كم إذا أول حري وحال فضيع نك تبان قور تحيد كعلم بك وضاي نبي قد أم بحها هيو إيه عربي أو فرك إسماعيل ما الله أدون سنكر عليه الصلاة والسلام يمايا نبي قام بحن بيلي إذا قاعد أصول جهيد بمشى إيمان يسوع ما سيق لمعنى ما سيق لمعنى لا يحتج في غير وقاعد أصول الأسكهاي هذا الكلوك يعني معنى إن لقوا عديه هي مسألة معناها معنى أن كاهن يا باب أن كاهن حجكم أن نقون أيه حديث كذا محلوك يعني وحلوك يعني نبي قول شيء إنه إن الدرينسيو نتصو فضل جاي قيمها أولي هي أي لي ذا كلمة التوحيد إيه موسى كيني نبي قول حديث كأنه عديه عرب اسم العرب الإسماعيلية الدونس ما كنت درسنا كنا مسمية هذه القاعدة وقاعدة أصولية مختلفة الإمام الشافعي بحجة في كتبه مسائل بضم بقول سوى فروع ولب الزكوات وكم ذي ما سيق لأجل معنى لا يكون حجة في غيره جمهور وحقا وإن قنيس أدل القرآن بين أدل الشذات وحملوا وفسالوا 30 شهرا يعلموا كقاتل سيدنا عين وكفهمي في وفسالوا في عامين واسكو قبتي أيوه حكاك يعني إن المرة ما يسترن مدده أغير أو كل لانكر أوي هاي الحبيات لبسنا هدي للنوتشيني ولا باتني أفر بلودة نوتشين تيسي الناس كجوين تيسي أور كيسون إلهي وملك كل شيء يعني صدم بلودة هاي أور كي ينوتشين تي كجوين تي بصدم بلودة حقنا وحلو شيء جاي قيبتا نوتشين تي الناس كجوين تي إني لباتني أفر بلود بس أي تاي لباتني أفر بلودة صدم كلا شر محاسوها ري لحبلوت لحبلوت وأقل الحمل معاني بدن أدلة بدن بلغة دلالة الإشارة كمذا دلالة الإشارة أصل دموي المهم وقاعدة أصولية وخلاف كتير هذا نكون مشغولين نينك قوا إن عرب الإسماعيلية وأدونس وقالها أيوه هذا يقاليهن لا أدونس انكروا حديث كوي دليل شدان وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك أبو ذر ما نقول شيء ما نقول شيء إن بحب الكلام إلى الله هذا الإيوار إلى كلوج عليه ورد إلى يكتيس اللوج عليه ما نقول شيء إن أحب الكلام إلى الله ورد مدة إلى ورد هذا الك إلى حق سميت كلوج عليه سبحان الله وبحمده الواقر قد وحيليه إن أحب الكلام إلى الله أي كلام المخلوقين باللوجه له وأنا تأويل صح هو أحب الكلام إلى الله ومن كلام المخلوقين ملائكة إيا الرسوشة إيا أنبياء إيا آدمهن كلي ويري الشيغان أيقو كتماضي لي مادان كان أقو خير بدن أما كلام الله وكبح السنية وقراءة القرآن قراءة القرآن أياك خير بدن بيد هذان وهل كاسي لمران رواه مسلم بحث كورية وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه إنه صوم الرأي الطهور ويسد إيوه قبيزك شرعك شطر الإيمان وإيمانك بركي
أما وإيمانك قيب كم مدأ. والحمد لله إلهي ولما هدينا تملأ الميزان ميزانك آخري بحساء حساباتك. وسبحان الله والحمد لله إسراعيانا تملأني وحيب حشان أو تملأ وحيب بحسام مدود وقون الله شيئي أما أيغو ولا الصعودة ما بين السماوات والأرض عرد أنت ورد حيسة يعني ما كان الله إسراعي يكوينه المركي مدود قون الله شيئي رواه مسلم. إذا سبحان الله والحمد لله واللوك لك علايا وأنا ذكر يورو إسكار أن بضنين هلا بضيو. وعن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي من رمية أيمت إلى رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم فقال وحول نك رمية علمني نبي الله إبر كلاما ورؤيا هذا أقوله أن رهن كور ديو إلى أن كحسه. قال وحول صحابي قل وحاتد هذا نبي وحول نبي وحول بصحابه لا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. سيداده قال رسول كحول قل وحاتد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر إله باوين كبيرا الله أكبر كبيرا كبيرا مركا إنا تراهذان وحالة مؤكدة مؤكدة إيو إنا تراهذان ومحذوف ومنصوم بفعل محذوف لبدا بواهم لما راه الله أكبر الله وين كبيرا وحاوي حال كونه كبيرا إله أسوق بوين أضال ليلة مركا ومنصوب بفعل محذوفنا كبرت كبيرا أرنيسا كبرت وحان وينيو تعظيمي كبيرا الا اسكي بوين ذات اني صفاني كما الغامبا اما حاله كدغيسا حاله مؤكده. والحمد لله الهي بام هذا اسكيل كثيرا ان بدن اي حمدا كثيرا والحمد لله حمدا كثيرا الهي بام هذا لم هذا ادي هذا بدن وسبحان الله رب العالمين اللي هي كونك ربي جساب عيب ودنكهوفا ولا حول حيلدي كارتمله ولا قوة إيا أودا وحقوق أبصد إلا بالله إلا بمعونة الله وحولهم وإيه العزيز قبتها عزيز كوحال أحد كوحو الدوني السماء السمائية حماننا آن لما رنكين مراد كيسي وجدوا لينا لقور استاي كرين غالب كأ العزيز الله غالب كأدومي سكاذك أودا له الحكيم فالكسن حكيم والذي لا يقول ولا يفعل الا الصواب واحدك ان ارنين ايسن كسوبخين حقنا ان سمينين وحن صحنين ان وناغسنين حكيم واحدك سمايه وحا وناغسن خلقو كو وناغسن يحي ايو غوبته او كو وناغسن يحي كو هبون يحي بزار اسو حديث كم كو ورنيو ميشا العزيز الحكيم وحو دغاي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رواية سيدة أسوي بزار مكورني العلي العظيم اسكم يلوم بيتقيا مركا حكيمكو وذا ذا قرقود وحيلي ومفعل ومحكم المحكم لخلق الأشياء وحسن الأفعال مركا وفعيل وبمعنى مفعلة وإنك صومر مفعول هي مفعل بهدي فعيل لو وريك لول لحظه حق لو وريق وهي كتب صفه ذاتيه ان اي تيوسجيه اي تاي صحابي الرميق قال انك عربي وحو يدي فهؤلاء لربي فقي سوفر سو الرمي هدو يمت وان عربي اللغه قرني وحو انتان شنتن ويرود وهول الهي امان وربي وينين لا اله الا الله وحده لا شريك له وجمله الله أكبر كبيرا لبو والحمد لله كثيرا صدح وسبحان الله رب العالمين أفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم نواشن شن ويردو وشن كلمة فهؤلاء ويرهات شنطة جملوين كاما كلمات كشنطة لربي ربي قيبا لغوينين هياي فما لي أنا أدون أهان محان نبي الله أن لها أنا وحان كد عيسان لا يشكبر ربي وحن كوينين لها وادي شيغتي اني وحن كو دعيس لها نبي وكاربا واني وناكسن سؤال جيسو سؤال فرعون قال سبحانه وحول قل وحاجد هذا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ماشا واهدني وارزقني ودحيسه
riwaayadka xadiidku uu leeyahay iyo xadiidka abi maalik alashjaci iyo kii anas iyo kii mucaad ibnu jabalba waxaa ku yimid wahdinii wacaafini wahdinii wacaafini warsuqni shantaa wey allahuma gfirli warxamni wahdinii wacaafini warsuqni shanta shantaasi shanta horey ku beegan yihi rawaahu muslim riwaayada xadiidku uu leeyahay waxay caddaysay markuu nabigu shanta weerad u sheegay oo hore laa ilaaha waxdahu laa shariika lah allahu akbar kabiira والحمد لله كثيرا وسبحان الله يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو العزيز الحكيم مركو النبي شنتا إسرع راعي وترسنا إنك رمي وحول شنتا وضوبي ساسو يري شنتا سجون وقف تحول النبي الله شنتا وان قرطي فما لي نبي يقول شنكا لو شغي شنتا وقف صدي طبعا كاس النبي وكاها يا ابن كاسو دقاقي سو قعمو ساو ضوبي يا ابن دقاقي شنتا قونو هاي شنتا قونو هاي مركو عبار رسول النبي قد بها الله وحوله قد ملأ هذا من يديه خيرا ننكا قعميسه وحكبه سدي خير بكبه سدي رواد حديثك وريح وحيدة هذين إن مركز شان لغوشة قعانتو ده همر لدوبه تنكان لدوبه ورقن كي عرب شان تكون حساب سنجرت وحساب العرب في الجاهلية ما قان دفك قرسين ساسان قوليها محنك وضاه شان ساعدان قدهانا طوان إنه بحنا غنا ساينا دهنا شن يا شن فرها تاجنا عرب وأساس وركض أساس وها قل وحات إذا اللهم اغفر لي الله ويداف ذنوب تيده هوري الله ويداف وارحمني إن حريصه مستقبل إيه ماضي بقى وهديني الله ويهانوني وهديني وام حي إلا الله وهانونك يقصك إين كرديوي أدونك مسلم كلاه بهانوني توحيد بالله وافجيه أبو حاتم الرز أبو حاتم البستي محمد بن حبان البستي وحولي في صحيحي واهدني وحالو جيدا الثبات على الهدى وزياده فيه الو هنونك يغصك اين كردي بالو جيدا اما اها هنون عصب الله وي بلو ومحايا الاضو هنون صن الو هنون ومستحيل بو لكن الله سلم ما يودا ديدا اضونك مسلمك هذه غور هنون عصب باهي مد لغصو يمد ديرات سيدنا من نقطة إله هنون كذا هنون سيد إسلامي بدو كوك كتهاي الله يوصك إين كردوي وعافني بلويين كالله يقع عافي كوب مصائب الدنيا كوا آخرة وارزقني إله ويرزق إيمان صالح عمل صالح الدنيا بركيسا وخير له رواه مسلم حديث كان مركب حكوي من روايات كيسة وحكوي من شن تاسين نك جيده هذا النبي عليه الصلاة والسلام فإن هؤلاء يجمعنا لك دنياك وآخرتك سأسو صحابي كويري شنتاسي ويرو وحيكو قرورنا يانو لما يسترتين خيرك الدنيا من آخر محاكا مغان اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وعافني وارزقني نبي الشنطة أنك لي ما دو خير الدنيا هي خير آخر الرصدي أو لما يسترتي مركب الدعاء قيمة بضاني قال لقد دعا يستر أحاديث قرقض وحاكوية من شنطة ويرو نبي وحو بري جيري روح البوص واسلام ابو مالك الاشعري وحو واغ مركو بري ينصبنا حلقدي سي فديس كو كلي جيري رج يا دمر با دمر كو خورن نبي الله مركان توكنا مخان كو دعيسنا شنتن بري جيري نينكا سو اسلام نبي الله مركان توكدا مخان كو دعيستا شنتن بري جيري روح سو اسلام على بري جيري حديث طارق بن اشم اسو حكم كيف اقول اذا صليت نبي الله مر كان تكذب محن كنت عايزته قل اللهم اغفر لي وارحمني وهديني وعافني وارزقني دعاء دعاء علوسوي روح صو اسلامي سيدي ودات كاد توحيدك قبت شي عيسى وانا دعاء الله برو روح صلاه تكنيا اسك هذا الامر دينيسو خير يا الدنيا جمع فان هؤلاء الكلمات الخمس شنطا ويرو يجمع لك دنياك وآخرتك هل حفظي ما يقول ليس كويسة اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وعافني وارزقني ما كان مقن دعوا ليس كويسة عافني باك هذا فلان هذا في الدين تكبق كبق يسوع وهدني وارزقني باك فلان يا وعافني هذا دم داف ربطي إن حريص اللهم اغفر لي وارحمني باك فلان وحي كتجن متجرو شن تاويره رواه مسلم تقدر تقول النبي كله أضون كل دقائق يسوع وقعمها تطبطي قد ملأ من يديه خيرا وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا انصرف من صلاته نبي بحوها مركو كجدومه وكبح صلاديس استغفر ثلاثا صدح جرب أستغفر الله وأتوب إليه ونجري أستغفر الله ما أقابسه أمر ربي اغفر لي إسكبه وقال وحون ورنجري أنت استغفار تكذب اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام الله أذان نبت جلياه وعيب ورن كهوفن ونقصان كهوفن وبلايا كهوفن وحمان كهوفن ومنك حق أذونا السلام نبض ينبت قبيد يوناق وحو البر حق أذو كي مادة وخيره تباركت الله خير كذب بدنايي يا ذا الجلال الله شرفت صاحبك يا والإكرام إلا حرمي ولا قدريه أما إنه مؤمنين تكرامي وناجي إكرامك أما وحق ربك إيمانيا أما حق أدميسك إيمانيا أدميك حالك الربا رب إني قدريان وشرفان وينيا إلهينا وحينا وبلن قاضي مؤمنين تإنه كرامين وينيني لبضوا ما لغو فسيرا دمرا قيل للأوزاعي عبد الرحمن عمرو وحالقو يري إمام أهل الشام أبو عمرو وحالقون يري وهو أحد الرواة الحديث حديث كرق وريونا كمديا هاي كيف الاستغفار نبي مكو صلاة الصاء وقبح أستغفر الله بقولن جريبات جلا هذيني استغفار تاسي قابك الله أورانا يا سير نبي قوله جري قال وحول يا وزعي تقول وحال أوران بعد الصلاة أستغفر الله إلهي بان دم داف ويديني الله أدان كول الله بتأيد دم داف ويديسني أستغفر الله إلهي بان دم داف ويديسني رواه مسلم مركز صدع هذا كوب بالله بيسا محل كي استغفار سنة صلاة بعض قشي وسواس با إيمانية السنن كي بعض قيبا كتقيسا وحبلان با قردافية قلبي قادي با بحاية سهوي آفا ربضان غفلة آفا ربضان خشوع داير صلاة دي اللي تكينا يي وحن اسك قلب قلب وي نبو مركو حين بريا أنا استغفار كوب باللونه إلا وحي آن سور مسيكتي وحي نقرد عاي وحي آن وسواسنا خشوع ياريدا هم هم سيجي يم قناشة هولها صردن وحشقول حمار دنبا إله النجع فيوي رواه مسلم بحديث كوري وعين المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة نبي حوا مرق الصلاة كفر حشاء وكبح وسلم وسلاما نقصده قال كيد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع الله أحد أرستاي كرمتشر لما أعطيت واحد بحسه إلى وحو كلما أحد كوديد كرمتشر آدم ودون هذا سكوت يصمد كاشدان وحو رب كلما مرست أي كران ثم لو عد أنك إلهي وحلا دون يا تاي ما إله ذو يجين هذو إلهي بكل دون وأنا كل دون يا تاي يا كتاي هولها إلهي أضم بدوت وأنا لوسمي يا نور بنا وحو مترب وأمرنا يا ونك لا مانع أحد ورست أي كرمتشر ديدي كرام ما يأورن كرا لما أعطيته واحد بحسو خير يا ونك ولا معطي احد بحين كرنا مجو اللي ما منعته واحد ما يتراضو ديده ولا ينفع وحمتره ذا الجد ذا الغنى منك التناتك يظن تنمد صاحبك منك من عقابك عذابك ذي حكم كذا الجد ليفتي سي مالك سي حق سي باورك سي وحبك مطره إله وضاد أدون ماكته وحمان اسمي أدكم ماكته وحيد لما ماكته لباطاء أما عقابي عذابه أحد كور يستأكروا علين كرام مجره مالي النفن عبطة كرام يبقرتوي هلك عني سلطانية ما أغني عني مالي هلك عني سلطانية مال وحمة رايه دعاء داس النبي وكب الله بجري استغفرتنا كوه الرئيسي تنانا دنبين إيسا متفقون عليه تكبيرت الله لوني استغفرت اوه رنت النبي قد كاتب وحي كدن بيو دوا تبدع جيرين وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال عفوا رضي الله تعالى عنهما انه كان يقول وحي اورن جيري دبر كل صلاه صلاه والبغداشيدا حين يسلم مكو سلاما نقصد مكو سلاما نقصد كذب لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول حيلت يا أود يا كارت من ملي ولا قوة يا أود إلا بالله إله وإسيام مويل وهذا حيلت يا كارت يا رغن وقول يا ذهي يا درعنم يا أود وقوقب زوته إله وكقرب استاقه لا إله إلا الله الله حق لقوع عابد المجر الله كأهين ولا نعبد من عابدنا بالفعل إلا إيا أساق مويل له لله وحواها النعمة نعمه إيه يقلت وله ربي وحواها الفضل أبالي ديرات
وله الثناء الحسن أمان وناكسن بربي وهاتي لا إله إلا الله مخلصين له الدين الحق لقعب نصاك إن مجرى مخلصين أنه أسافي قرين له لله الدين هقانسنك الدين عبادة الدين طاعضة طاعضوا إله إلا أطيعه ولو كره الكافرون قالوا ضبها قون صدنا هدي ذيني إلهي كريبا نعابدنا فرطي دونها قرن وحي دونها الشيقين بمعنى إلهي نعابدنا ونسود ليبين أن أشريكي إلي نن مرنبا كالرقاق ما إنه ننكو دوني بهد ضوي ننكو دوني بهد ضوي قال ابن زهر وحوي وكان رسول الله رسولك لو حوها يهلل بهن كي كنت توحيد سيدة كلمات كهذا أن توحيدك دبر كل صلاة صلاة كستقضى الشيدة دبر هذه اللي إلى هذا وعقب وقضاش قبل صلاة دبر مرة الحديثة كوارة تقاعده وحوي هذه الدعاة هنا وحدكو حنباري سلام النقصي كدب هذو ذكري هنا وحدكو حنباري عفوا دعاء هذيته وحدكو حنباري سلاة قده هدو وتحيد كدب كدو عيسى انت سلام النقصي وحي الدعاء الدبر اللي هنا وحد قرين سلاة قده هذا هذو ذكري هنا وكلية هنا وحدكو دقيسة بعد التسليم سلام النقصي كدب تنوي بعض هايو كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لأنه دبرك هذا النص صريح كوية هاي معانيه سواء بعد السلام لما الراعيين حين يسلموا صدرت الوحي كتوش دبرك إنا يمرن قطو أتحياتك قيبها قدام بي يدعوينك الراعة أتحياتك أي نقوم كرتا دبر كل صلاة وحيكا نقوم كرتا مركز صلاة ونقصت كذب أذكارت اللي آخرين جروك لي صدرت وحين يسلم اللي قيده اللو تصريحي ذكري يعني أنه دعها يو صلاة ونقصك كذب يهلل بهن وكتب حسن جد صوبان ودبر كل صلاة مكتوبة بعض النص القرآني ما دقنا لكن وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المهاجرين حديث وين صوم مري أن فقراء المهاجرين مهاجرين فقراء ذودي أتوا رسول الله رسول كله بأي ما دين عيوا أن شيغاني فقالوا وحيد هذا نبي الله ذهب أهل الدثور جمع دثر ذهبوا وحيلتكين أهل الدثور ذاتك ما لقبينك إحوالها وصاحبك بالدرجات العلى درجوين سرسرع يقال لقوا النقضة يقال قاطي يوان نعيم النعمة المقيم الدائم يسي إنقوين نعيم ونعمة الجنة هذه آخر محايا النبي الله يصلون واتو كان كمان نصلي سان أتو كانو ويصومون واسو من كمان نصوم سدان أسونو ولهم حواء هذه فضل فضل ديرادو من أموال هنتئة يحجون ومالك يحجون يعني ويعتمرون ويكعم رئيسنا يعني ويجاهدون ويقود قال يعني مال قضي النفطه هذه ويتصدقون وحي الله بحايا انت وانكم ما هينه فقال سبحانه وحيري الا اعلمكم موانئ دنبر ما ينبر شيئا شيء دعوا ما ينبر يا اذكار يا خير تدركون اتكها ليشان كقدب تغيسان به شيء قاسي من دولك سبقكم اذن ضافي اذن رقي اذن كور مري دعاء الله تمادان روحي اذن كتغار غاريسن كسو قبانيسا وتسبقون الضرك كل ريبيسان به دعاء صواب كذا من دولك بعدكم إذا كنتم بينا وسيد سوق قارين نذين كعرينا أتقص وقبان إيسا نذين بعصدين وسيد قارين ما يدين شيئا ولا يكون سنهاين أحد آدم أفضل منكم إذا كفض البدن إلا من دول ما ينصنع سميي مثل ما صنعتم وحاط سميسين وكالي نبي الله نوشيك وياد قالوا وحيدا بلا يا رسول الله نبي الله ورب أنه وحنو كوغر جارنو قولي هانتيرياشا تجارتا اوبان قانا يصبحون الهي بدنا زهيسان ودعيبكه فيسان وتحمدون الرب بدكم مهدين ايسان وتكبرون الا دوينين ايسان خلف كل صلاة صلاة كستقاداش هذا 33 صدني صدح جير قال ابو صالح الراوي وحوجي لذاكوان ابو صالح الراوي كورنا يحديثك عن ابي وحوجي لتابعي لما سئل مرك اللويديي عن كيفية ذكره النقاف كله حسلها إلا لا إيمان لها تصبيح ذي التحميد يتكبيرته بعد كل صلاة قاب كله لا إيمان لها قال وحور يقول حورنا يروح ذاكرك مصلقة كذي سبحان الله والحمد لله والله أكبر ساسة قوة ذي سابور حتى يكون إلى هذا منهن كلهن 33 أيوة ولا الصعود مد والباء إلى أنت نقطة ذي سابور سبحان الله والحمد لله والله أكبر كوبا دي بوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر الله بو ساسة قوة ليسا وإذا دنو حدوا لك لغد غادي
قوني بالله ترنا يا الحمد لله سبحان الله قوني أترسن والحمد الله أكبر قوني أترسنيس لما لا حتى يكون إلى وهذا منهن حق وذا كلهن لما انتظر الصعود 33 متفق عليه. وزاد مسلم في رواياته مسلم حكودر حديث كما كورنا يي فرجع وحصول لابطي فقراء المهاجرين مهاجرين تصبوا الكوذبا صول لابطي إلى رسول الله بيكسول لابطين فقالوا وحيد هذين سمع إخواننا قبل نمد غفر سوال الله ذي الله ترتمها يي ولي وناك يحرب أهيان مربها الضي يو كردقين كحول محز دهيا مانا كحمانا يا خير كلام بيراتنا يا سمع إخواننا ورانا وحي مغن أهل أموال هنتي ليدا أها بما فعلنا وحنا نصمينو ان اذكارنا برتي سيرت نبا لو بحضي اذكارت لو ودا وداك شراكه لو نقده هوش ففعلوا مثل واسو كل لي مادين خولودين وي صدقيسنيان حجكودي وعمرودي جهادكنا وا ودان فقال رسول الله وحب ذلك فضل الله يؤتي ما يشاء هذا دان سيرت ان سي اي بحضي ادل سو غرغاره واخ قال ديما هي الهي فضلكيسي وي خولك الهي ويديست خير كنا ودا ذلك مدك وحاوي ان ادونك الى اسكو غدره هانتي لنا وافجيو ماشي فعلا كبخيو حقنا الى او خصو او هانتداس رب ايسن هلمانسينين لا تلكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون اظن قنن وهول وين وي الهي كلين با لغا اله الهي با ادونك وافجيه ان نقطه مركا غني شاكر وهول نادر دف اوي الدثور جمع دثر وي جمع دثر ودالك لا كوردوبا اما سدان لا ريبه جمع دثور نوا لا اخريا اسنا ديلك يا سدان لا لبدوبا لبا معنو جروي جمع دثر بفتح الدال دالك لا كوردوبا واسكان الثائل المثلثه صدح دب عودنا لا ريبه وهو المال الكثير هانتدا بدن با ليدا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحو يري من صبح الله نك الهي وينيه نزيح ما انت كوفه في دبر كل صلاه صلاة البمك وقبحه 33 صدنا يصدح قور وحمد الله إلهي كم هذه 33 صدنا يصدح شير وكبر الله اللويني 33 وقال إذا تمام المئة حديث كور اللي نقوم الشيخيني وقال إذا تمام المئة بقول بوحنتنا كرقة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير غفر دو ولا دافا خطاياه قففكي ذنوبتي سبا لا دافا وان كان هبا غاده حق تردي عددك مثل زبد البحر بد بيهده يحمبده رواه مسلم وعن كعب ابن عجره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات ولا اخريه معقبات اذكار دبا على صلاه دوي من التعقيب والعقب شيء لا خربيه اما دبا أي معقب كالليل هذا صدرت عربت هذا الجوكتا إنك مخلص كي حفيزة وحكا صور لمية فايل كالدبقة لي وحي هذا حريس الدبقة استيقظ دو الدبقة لو حيوق أنا معقب إيدق يقانا معقب إيدان إنه إذا كنت قنان مخلص وحي سودا يوي وحي قد قنا سودا أي وحيدا معقب ودبقة لي مركا وحي شيء فان رعية الدبقة له أي معقب كالليل هذا معقبات أذكار يدعون دبادع صلاتها أو معقبات أذكار يدعون لدبادع صلاتها لا يخيب مهوغو من خساره قائلهن نك لي ما دكو قولة أو فاعل روح السمية أذكار صلاتها دبادع أما لدبادع نك لي ما دا ما أيان در ريسته مهوغو ما خساره نبي الله محيين معقبات دبر كل صلاة مكتوبة إذن لا يخيب قائلهن أو فاعلهن داسي واعتراضية دم لها معقبات قوات بردعة دبر كل صلاة مكتوبة عفوا صلاة والبول الله فرض يري قداش إذا لا يخيب قائلهن ساس اسكو حرنت أو فاعلهن ما هو من أيان ترئيستون إنك لي مادة وامحي النبي على الله وهي 33 تصبيحة وصدني صدق جيرو إلهي لنزه وثلاث وثلاثون تحميدة صدني صدق جيرو إلهي لما هديه وأربع وثلاثون تكبيرة إيو صدني أفر جو إلهي لويني تمام المئة صحيح سيكون نقطة مرنا سقاشن يا سقال بيكون نقونا يا بقول بعد كو خاتم توحيدك مرنا لو هذا كلا صدني صدق كدقي تكبيرتنا صدني أفر بكدقي يا سلام أنتوا وايش وانتهي رواه مسلم مركا توحيدك يقولون بقول إيمانه بقول يكوب وكون نقونية واسو ذكر مدح بنا مركا نقونية وعن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله وحوها أن رسول عفوا كان وحوها يتعوذ كم مجنجلة وإلهي كم مجنجلة وإلهي كعس كذا دبر الصلاة صلاة الجلاش هذا بها أولاء الكلمات ورهن أيجى صوص إلهي كم مجنجلي شري تهذا يدي شيء دبر هذا مركو حين قنا يساتنا وكلا هذا دعاء عن صلاة الجودة هذا تجلس دعاء يعني صلاة الجودة هذا أتحد جداش يسه دعوين كم بدنا تجلسان إلى يكبر إذا في الندي أدون كي مدة آخرة هي مدة جريدة هي مدة دجال بعد كم أنقشان بطرح نيسا معايا للدبر وحن قاعدة وحوي دبر هذه ذكر قوية هاي ذكر عادية أو تعود أن ودور دعايا حنقونا يا بعد سلام النقص يا هذو الدعاية هنا وحلقين هيا أنت صلاة الله قبل حين إن نص ويماد وحكا عدايا موية ويروا إلهي كم قنقلي تروا محواتا اللهم إني أعوذ بك الله وحان كام قنقلي من الجبن من الجبن فلين ما كاب قنقلي يا والبخل بخيل ما كام قنقلي جبنه وإن كب خيشو نفت هذا بخله وإن كب خيشو كفر النقطة مالك بحنتيسة بخيل ماذا وحكى سورجيدا سخاوة كسورجيدا جبنه وحكى سورجيدا شجاعة كسورجيدا الشجاعة والسخاوة أيها لبدا كسورجيدا نفت قوله شجاعة ليلة هذا مالك قولنا سخاوة ليلة هذا السخاء مركا ويقن نصوم السخوات وأري سمر الاستعمال هبل والسخاوة كليين صدح صدح كأذك بيدي جرين سر الله كأذك ياسين سحر كأذك ها سمن حنا سخاوة كأذك بيدار وسمر الله ورد ويا مزني نكاد الله سحر ياسين ما دبل اللوقة بتوه ها ويعاف وعاف ما بيجي هذين وعدهن ياسين ها سحر كأذك صدح صدح كأذك وعي سمن حنا يكأذك ياي سخاوة ننتقص يا وقبعة وانت اسقوين اياه هدو السمن حن كفرست وقيل كرم ولوضو دافت وارقي ولقت اللبحو وبيرتها اللوضو صفر كي مرتدون وكبضت ينك وحضون كي مسكين كاما قرابة محوب بحن وركي هبلها سوء والها يقولها ديقسي ويلولها سنتكون فشل ميكولي وليان هوية وحيدها هان ديقسي دارو تلكي باب بئية محاجر له ضروا يسعد بدين بجاري عاوي مرتي وهبين دم بين مرتي كذي كم كي قادوا وياه منك في عين ديق سجها وحنا قنايا بخاي وركان ذا ثانتي ورنت ضارتك وسعد بدنيا سام بيوقع هيا ما اللي استاجد معايا اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل إلى وحنا كمان قال فلينمو النفط إذا كجب بخيله أن لب بخيله إن حق كدفاع أما الدين كان كدفاع والبخل مالك إن أنك رب خيلا ماشي حق هذه اللغب بحن لها صدح صدح كاد كده وإذا ما يسري سر لله كادك لله يا سر نين سر ودقر وضعي نين لله ضاع هذا كي آخر رأينا هيا لله لله إذا كنت ضمبين سر مقابي هي صابة بيو عليا الليل نينك دقر طوطنا سوى البو يلين ضاعي سوى ضد آخر كي كدبت ما دو وضي سمعت بلغة شغل خيانة وانجع لها يبور ما سيدا موالنتا حول خيان وانجع لها يو نين كذا كاغا فلن بور نين كذا كاغا فلن سي كذب إيماني نين كذا مدو كتاب كبين تمير جرواق دم عويل كتاب وين كتاب توري وين فرقور قهاب وكود هرنجة دار بينا دي كدفر حولا كدفر وسكسو حنجري واقا دم اتحاد كو كيانين كتاب تيرا كيتشاب كلا كشين هاي يا دي كلو سكي استالي كتاب كان مر كتاب كيراب مري waxay ka dugantay ba gargarito la lemis walle baal yar way soo karay buu kitab baal weyn baan mar jiray waan isku socon jiray waa dhawd baal la imirshay buu mid ah baal yar ah giibaad eeday buu leey almiin dhagartu ninkeed kaaga filanta sir maqam marka allah u sahana baa la yiraahdaa allahumma inna a'udhu bika min al-jubni wal-bukhli marka waa laba cudur oo xunxun laba cudur oo xunxun buu nabiga ila ka magan galay wa a'udhu bika allah waxaan ka magan galay من أن أرد إن لا يعليه إلى أرض العمر عمر كيسة عبت عبيسا عمر دير وحكو في عينها إن مسكحة بكوتشو كتيا ما أنكاد إلى هذا حسته دين كيسة كبرته كفكرته إلى هكو ينيسه نولا شاد قيمة مالها عقل قاضي مسكحة قيمة مالها دان إلهي سبحانه وتعالى لوح حسين
marka aan tabtiin marka aqalku ka tago noloshaas waa maxay waa nolol ceebeed ilaahay kuma garanaysid rabbi kuma xusaysid ahkaam kuma soo saarnaysid rabbi kuma weynaysid marka waa nolol khasaara awe min an urda in la iiliyo la igaarsiyo ila ardal umri umriga ki ardal ku wa ardi min kulli shay umriga ki saabaysan aad aan tabto ilmo kala aad noqoto laba ku dhici karta in daa weynaad gaadho marka aad asaasaqdo ku dardarmato iyo adoo yar baanti shil aad gashay inay maskaxda ku tagto dadan yara asuma yarago maskaxda ay tagaysantay shil baabuur ku dhacaan ama guri ku duuma ama daawo khaldanti la siiyo idan waa xanuun waa cudur la ilaahay laga mangalo aqligu wuxuu ku qiimeysan yahay aadamuhu wuxuu ku aqligiisa iyo garashadiisa uu rabbi ku garanayo ilaahayna uu ku weynaynayo taasu nabi ilaahay ka mangalaya khayrukum man taala umru wa hasuna amal nabigu isdaba dhigay عمل صالح قرمو إيمانيا ما كد عقلي ونكسن الله هذا هو وأعوذ بك الله وحن كان بعند قلي من فتنة الدنيا 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 فتنة هذا الله بعك أنت فتنة الدنيا ده أقون دريو إلى هذا حمو والشهوة كنت إن أقون دري كهيسو يا إن أذو حق الجرنا يا شهوة يا هو يا نفط يا شيطان أثر عضو حسد كبر طبعا كي قضية ذا إن كهل لين هبين دو الكلمة جارسة أي آفة الدنيا كنت وأنت طبعاً كشيء ضعف الإرادة هي ضعف العلم في أن الدنيا كينا هدي لكن الدنيا وحيتها أتقرنا يسو الدنيا أخرنا آخر الدورات واتكبت بادي في النادي هذا وأعوذ بك الله حكاماً قال من فتنة القبر قبر في النادي يسو عذاب القبر سؤاله سي امتحانك ضغط دي سببوتك في لها الروح القلب فنا أما في النادي القبر وامرك أطلمان يسو إن أدخاطم غيساً كاحمان روح البخاري وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده رسولك قبطي غعنت معاذ بن نبي ودبي حدود سو قبطي وقال وحري يا معاذ معاذ والله الله وين ان كدارتي اني لا احبك انا واكو جعلهاي نبي وا دارتي اني بهدنا كو ادكيه لام بو كسي ادكيه صدح غور بو هذلك النبي دوجي وحا كسو هرس نده يا معاذ وتنبيه وينين يدوجين هذا الكلام لوينين هي مر هذا انكم جعلهاي روحات جعشاي ما حد يليسا ودو خير ما يريسا وخا اوو وناغسن اد اوغتيب اد اوشيغي رونتا تابسيني اوسيك يا معاذ معاذ واكو درداد ما هياي لا تدعنها كتغين في دبر كل صلاه صلاه كاستا غداشيدا تقول ان اتراادو اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تنا كميدا مرك ميلها لسكو هاي ذكرياني مسالاد غديهدا لا غلينيا مس سلام نقسي كدي با لا غلينيا سان هدي لو دين لها هم وحان اورن لهي وحو غلي لها سلااد غديهدا الا وا دعو اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن دعوي لكن روايات بعد اي النبي اورن جيري سلام نقسي كدي هكتك إن أتراهدو اللهم أعني الله يوكالمي على ذكرك حسك هذا وشكرك شكر وناك هذا إن أنكو شكريو نعمة هذه السيسية الدنيا الدنيا أما آخر أنك أبال كينو أنا نقول نجسر أبال الله وعا وشكرك إن أنكو نعمة يوكذا أنك شكريو أنك مهديو إله حقا يوكالمي سا وحسن عبادتك وعبادتك النبي مدين وعبادتك بس حسن العبادة وشيء لقاه ولا بس شيء الإخلاص والمتابعة الإخلاص والمتابعة لا بد هدان لقاه لأن عبادة وناس ما يجرتو إلهي أنا عابدو أتكو عابدو شيء أسقو كذي كتابك عدي سند وقضاء دكتي أو ودر رسول خير الهدي هدي محمد المتابعة على الربا وحان رسول يا رب الشيخين هذا اسكوضو حسن عبادة ما اللهم أعني الله يوكلم على ذكرك حسك هذا وهذا بيت القصيد فضل ذكرك متاي وشكرك إن أنا مهديون نعمين كذا إله وأن كون مهديو وشكرك أزوا مع أنك عابدو ضاع الله إماده شكر وإنك صمر حقدعة أفئيو يا أدم بأ وحسن عبادتك يا عبادة ونقم إله كويديست يوكلمه عبادة وناك يكلمه وعبادة إله درت اللولي ما دو إخلاص لقاه له وإله وجهك سأدو لك يدو وبالتالي أدو إله أولك يدنا نام محمد أتكغد ديانيس
labada haday weydo weydo xusn cibaada ma jirto rabu daud bi isnadin sahih du'a qiyam bal allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وان صمر حديث كان سونه صور مر كان ورين صمر معاذ قال ابو هريره تشهد احدكم مثل مركو اتحيات سدو فليستعذ بالله اله كم كان قالوا من اربع افر افر الريموت افر مصيبه يا بلاي اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم إلا وحان كامان قلي عذاب كالنار تجهنم كامان قلي ومن عذاب القبر حباش عذاب كذا كامان قلي ومن فتنة المحيا نولش في الندى ذي بلايوين كذا كامان قلي والممات قيردة في الندى ذا كامان قلو حلق عن ديمان أيو إلا هو هاي في اثنين ونقول سوشن وشيطان كل الله بحلي بو آدي يسي بأنو الدرن أوي ربنا آدمك وحلق عن الله يساد بلوق صوت هذا هو يدا منك كسو بحديو xilliga aad naf baxay sawo xilliga aad dunka ku soo biirto iyo xilliga aad ka chaqaafinaysa adduunka ka jiidanayso labadaas weer baan qaadahaya weer baan hayso qaadahaya inta bila kamaan gash ilaahay baa wax walba gacanta ku haye wa min sharri fitnati almasih ad-dajjal waxaan kale ayaa ka magan galay fitnada masih ad-dajjal sharkeeda sharkeeda maxay ilaahay wax walba fitna ah oo fitna adduunya ah ilaahay baa kaaga filan markaad cuskato laakiin midda musiibada waa fina diinta ka gasho fina diinta ka gasho idan masiihu dajjal finis waa fina diineed adabul qabr waa fina diineed fitatul mahya adunya akhra waa noqota mamaadkuna waa fina diineed ka horana hadna waa fina diineed marka hawshu cuslayd oo dhanaga wuxuu ku dul wareejiyay afarta ducaba fina diineed buu ka dhigay waa midda u daran hayadunka hadu sabar wax walba ku dhaco masaayib adduunyaa ay ku khasaari maayo laakiin meeshaad ku baabiyo waa marka diinta diinta laga asiibo rawahu muslim wa an ali radiyallahu ta'ala anhu qaal kana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulka wuxuu ila qaama ila salaah salaada buu kunaga buu istaagay oo tukanayo yakuunu wuxuu ahaan jiray min aakhiri ma yaqul waxa u dambeeyo uu yiraahdo wuxuu ahaan jiray bayna tashahud ee atxiyadka inta ka dhaxaysay wa taslimi salaama naqsiga salaama naqsiga markuu soo dhow yahay atxiyadka nabiga ugu dhameeyo kelimooyinku galin jiray waxaa kamid ah allahumma ighfirli allahu ii dhaaf maa qaddamtu waxaan hormariyo dunuuba wamaa akhartu wixii aan dib mariyo gadaal kale imidki dembiga horeyo kii dambe allahu ii dhaaf weeye wamaa asrartu wixii aan hoos u sameeyey dembigaan hoos iyo sir u sameeyey wamaa aclantu wixii aan muujisteen bannaan iyo bareer ku sameeyey fagaaro wamaa asraftu wixii aan ku xadgudbay ee ku antaraaray wama anta a'lamu bihi minni iyo dambigaadu igu ogaal badan tahay waa halmaamayba aadamuhu ma ogtay wax badan baa intay qulbaan iyaysan ka warqabinba wama dambina allahu ii dhaaf anta adigu a'lamu mid ogaal badan tahay bihi asaga minni aniga igu ogaal badan tahay dunuub baad waad ogtoonan ogeyn baaba jiraba waxaadu dambi mooyo cinda allahi dambi ka ajira anta almuqaddimu allahu adaa wax hormariya oo addoonka baasiya oo darajooyin sare addoonka geeya wa anta almuakhiru adaa dib u dhiga adaa shay soo hormariya adaa shay dib u dhiga asbaabuna shay loo leeyahay laa ilaaha illaa anta allah aan adiga ka ayna ma jiro xaq lagu caabudo rawahu muslim wa an aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukthiru nabigu waxa ka badiya an yaqula inu yiraahdo fi ruku'i ruku'isu ku yiraahdo wa sujudi sujudiisa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana allahu nazahnaanta adawi allahu hufnaanta ceeb ku hufantahay wa bixamdika mahadada lala qabo adoo mahadsan bal ilaahu ceebna ku hufan tahay oo ceeb ka salin tahay allahuma gfirlii allahu ii dambi dhaaf allahu ii dambi dhaaf wax walba hadda maxay ilaahay mahad buu kaa mudan yahay inaad ku mahadayso yuu kaa mudan yahay musiibo kastoo xataa kugu dhacda afar arrimood dartood baa ilaahay inaad ugu mahadayso ay laasim tahay بعد السلف بس إذا ورن جري مصيبة الدنيا كوكو دعا أفر أرهم ودر تطبع إلهي إن أتكم هذا يسأي لازم بطاع ومصيبة الدنيا كو الدنيا ذن مصيبة ذن كوكو دعا ذي هدا ميت كو إن الله أن كوكو دفن باكم مهات سن لقبا لقو قوي هدي حلوش لقا سوري ذلك كور فربا كو تشبطي هدي بيحدا دير لقا تشمين لها كور إلما كادن تي انتو بهدي لقا قادي لها كور ومع الولادة لقى الراعيو
adigana lagugu daro soo ilaahay ma awoodo musiibada adduunyada hadda kugu dhacday ee intaa la'eg mid ka weyn allah aan kugu asiibin baa mahadsan labo musiibada adduunyada mid diineed allah aan ka dhigin baa mahadsan ila musiibada adduunyada kugu dhacday haddii diinta laga gala gawar saddex musiibada adduunyada kugu dhacay ilaahayga sabir kugu irsaaqay ee kaa ajirsiiyey baa mahadsan afar musiibada adduunyada kugu dhacday allah ku waafajiyey inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun baa mahadsan si walba allah ku mahadsan yahay marka waxaa weeye wa bixamdika mahadaada anoo ku dheehan oo multamisan bixamdika mar walbay taagan tahay allahuma gfir li mutafaqun calayh وعنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع وسجود النبي وحكورن شري سجود يصير ركوع صبوح إله واكين زهن عيب كهوفا قدوس طاهرا حمار ورن لقى الطاهرة إلا ويني قدوس كأنه يتنزيه إيو إنه تعظيم يلا بضوا الوقف سرع ولا اسم لها رب الملائكة والروح ملائكة الرب قيدها إيه جبريل الروح جبريل كفسر جبريل قريبا الله شيء معايا إلي لفضله على الملائكة المقربين رواه مسلم صبوح قدوس رب الملائكة والروح ساسو أورنجري وعن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال حلو صبنه فأمر الركوع حديثكم قيب هرو لهايو وكي نبي وحول عمنا عباس نبي وحول وحال لي قربي إن قرآن كو أخري في الركوع والسجود قرآن كو كلام الله معظم ركوع ذا يسجود وخضوع يتذلل وكم وغضه إن لقلي الله من ربه رسول قحود ذا إن قرآن قال لقو أخرى الركوع يسجود محايا إلي ركوع هو عبادة الله لقو وينينية سجود هو عبادة رب لقو وينينية وأنا حلق أدونك الله أقوله وياي لكن ما دام مقاب أي تهي أدونك أذلنا ما أمه جنه ربه أمه جنه قرآن كنا كلام الله المعظم وياي ولك اللحي صدرت شيء والباء oo quraanka lagu weynaynayo sharcigoona uusan su goona u weerarin waa loo daayaa soomaalidu kitaabku muku halkaa yaallo oo xagga lugaha u fayso lugaha ka leexi laab lugaha ku leeyihin waa quman yihiin taabka quraanka ha dhigin dhulkii kor saar waa quman yihiin nabi maxamed baa diiday rukuuc iyo sujuud in quraan lagu akhriyo sujuud iyo rukuuc ayaa ka qiimo badan xilligii ilaahay loogu dhawaaweeyey ilaahay la weynaynayay لكن ما دام هو قشطها هي خضوع يتدل كم مغضو قرآن كنا كلام الرب أويها ولا كي اللي حنية تعظيم قلتوا حسكم من رافين معلمين تأيي يدكو قرآن كحنبارسا هلو يستاقو ما بنانتا مش مبنانا ما حد قال ايدي يا وهذا واحد هو بدعو وهذا واحد هو ميوا اوكي بقول كيف بقول كواسا تاقر زنانو يا كواد جوغ ما كواد جوغ ما يكو يالين يا غسير خير ان شاء الله فامر الركوع انت اسو نبي مكو خويري فامر الركوع سوما هدي قران لا سو غين ركوع لو اخري اسو نبي الله ما حن سمينا فامر الركوع ركوع سوما فعظموا فيه الرب الهي كو وينيه سبحان ربي العظيم دها اما سبح القدوس رب الملائكه والروح دها وأما سجود صومها فاجتهدوا كود ذالا في الدعاء الله بارقة فقامن يا فقامن بوالا آخرية فقامن الله حمدان يهي أما فقامن وحادود أنا أتهين أن يستجاب لكم إلا إذا أقبل الدعاء ذا أيضا سجود إلهي كبر يدعاء ذا كود ذالا أما الركوع الله ويني رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حويري أقرب ما يكون العبد من ربي أقرب ما يكون العبد من ربي حلق أقوله ذا أدونك ربي يقول أقوله هذا وهو ساجد سوق سجود صنوي حلق أدونك إله أقوله هاي أدونك الله أقوله أدونك دواني ومركز سجود سنتهي حلو إله أدونك سوق أقوله هاينا وثلث الليل الأخير حلق إله أدونك سوق أقوله هاي ومكر ربي سود دقو سمد سوك أسود دقو نسك دنبيه هبينك هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه إذن هل من مستغفر فأغفر له أما الضوء مدحي لك ربي أقول له ويهين ومركز سجود سيهين
وحلق الله سليده وهو فورطا إلا واتكفى قاتا سليده وده قده مروا الله عابده والعبادة يسبب يسوه وضعضون نمم موجسار ربي وقده ده أقرب ما يكون العبد من ربه حلق وأضون قده وياه الله وحاوي وهو ساجد حلق سجود سياه فأكثر الدعاء دعاء بضية الله بارك يتوق ماذا ربي كوي راح وصفي عن أبريا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هل حديث بلان قدر هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده نبي سجود زحكو رنجري اللهم اغفر لي إله إيداف ذنبي كله ذنبي يدمانتي الله إيداف نبي ذنبي سوى الله دافي وحاوي أفلا أكون عبدا شكورا وأضنمه هذول لقون نعمي أوحل بلقون سمي هدنا وإن موجسين أضن تهي ربنا وبقر كاي هاي بس دوقن فرس لوغا دغه نوقن باي سومالي داهدي هدي ادو لوغو وناجي لوغو ميل هادغان ان اسكو هاغاك غارو ابالك لوغو غلي ابال غود وي وشكري افلا اكون عبدا شكورا اللهم اغفر لي ذنبي كله اله ذنبي دمانتي حمانتي دمانتي ايداف دقه كيس ير ذنبي كيس ير يوجله كيس وي واوله كيس هوري ذنبي هوري واخره كيس ذنبي وعلانيته كان موجية بناء أن كسمه يبرد يفجاره يوسره كيس قرصونه أن هوس أسمه إنتوا لو يدف متكلم موجستي متكلم قرصدي دم بجهوره كيد دم ب متكوين إياه متكير دقوا لبا معون نقطة قليل إياه صغير بوان نقطة شيء غير إنه عربت وحكي لي قانا قليل إياه صغير إنه صمار هذا نحن راهن قليل يا صغير ما كلا صارك تنا أسمعني إنه أفجرع وي وحولن ياري ياري ما ينكر نقول وحوي وحير يرتم بتجنانيس عند العرب قليل يا صغير باكل جرة قليل وحكسه الجدة كثير صغير وحكسه الجدة كبير وأكل سعنتها مر كان أورنا وحنا هنا صغير ومت تنبور ياري كبير ومت تنبور وين لكن يرين بيقص الله فانس دقة ولوضع مناك وجه دم بيجا فرب بدن دقة ودم بيجا ير أما دم بيجا قرض ير يوجله ودم بيجا بدن أما وين بيكون وجه لبضع جلجو كثرة هي عظم ووتا دقة ونوحوتا قلة إيو صغر بوتا لبضع معنوتا رواه مسلم الله سبحانه وتعالى عليه.